انزين لحظة one second. انزين وسويت كف الحين. يس بس شو رايك بالفكرة وطلعت السيارة؟ فيري نايس على اساس ما يكس نفس القاعدة القديمة يا اخي. تعال عرفت؟ فيري نايس والله. وفي عندنا الطلعة، في عندنا كل شيء، في عندنا نزلت كب، بس مشكلة هنا إذا سويت سلايد بتندم. إيه شوف في حبل يا ريال طاير. شوفه ترى أنا أول شيء شفت الحبل. إنزين خلنا نشوف شو مصدر الحبل. لحظة شو استوى؟ ما حصى طاح من الحصى. إنزين الحين كيف نسوي لنا نزلة محترمة؟ في شيء هذا طايح تحت. نصور مش تبي تسوي؟ لا لا نصور لطيح 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 نصور. قريب ترى. قريب مش انه بتموت. نبغى نوصل هو. وهق. ايه صح. معلش شو ذا؟ ما شاء الله عليك كيف جي مبدع. مبدع في شو يا رجال؟ اي ابداع. الابداع كله حد. اساس نحن ما نتلعوز يا اخي. اول شيء هذا بسرعه تحت وحده اخري. حاسب حاسب انت تفتح الاخضر اللي ما تشوف مهني. خبرني وحده كانت سي احح هاي الياسين برضونا نقعمه بسرعه. اوف يا تني بضرطه. ايه يا ريسيرش بعد الضرطه. مو انا بضر، مو انا بالريسيرش يا اخي. انت ايش فيكم عندك على ريسيرش الخايس؟ لا يا طرط ريسيرشات يعني ريسيرشاش. خلنا نشيل هذا الكف نوسعه شوي على اساس يوم ننزل ننزل مرتاحين. اوكي يتثرز اني طايح بعد خيلو. هي اوكي الحين بي بس دقيقة حبيبي دقيقة دقيقة عزيزي دقيقة لان احاول اضبط ميزانية التبن هذا وايد صعب. يمكن انا لاني نوب شوي بعد. بس شو رايك في النزله؟ مضبوطه والله تعال خل تعال خلينا ندور خلينا ندورنا. اوه هذا الدرب من اوله ما في شيء. لا منو قال لك ما في شيء؟ لحظه الحين عرفت الحين عرفت الشغله خلاص. شوف ما في شيء ما في شيء عرفت الشغله خلاص. شوف كيف كيف طلعت الحين. واو ابوك شي سموث تطلع بسرعة عرفت؟ ايه. انت عندك عداوة مع الضراط وين ما تروح ضراط وراك تشوف. ايه؟ وابو اشكرك الصراحة بس ما في ريسورسز اصلا. اقول لك حاسب ترى في السقف في هني بعد. اوف يا والله عظم. في ضراط كل مكان. زين خلينا نقع كم وحدة وياك. في ضرطة جايتنك ها حاسب. نعطيها جوك ببجي عجيب ونصير نذبح خويه مره واحده نشخطه بسكين. عقيت اللي فوق يا تنك ضرطه. الحين اللي طالع الفيديو يقول شو كل شيء يقولوا ضرطه وضرطه 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 هذونا يعني. بس اللي عنده تفسير غير ضرطه اكتب لي في الكومنت تحت يعني. ها شو غير انه يكون ضرطه؟ لا لا لازم تكتبوا لي في الكومنت الحين اذا هذا مش ضرطه هذا شو؟ ابي اعرف. انزين. بس هو. بعد احتمال ترى يعني. انزين ما في ريسورسز تحتنا ابدا تحت البيس مالنا. نصور هذا شو؟ تعال تعال. لحظه انا لحظه انا عندي كومباوند ثاني ولا ما عندي؟ عندي. نسيت. لا لا يبتم 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 اوكي عندي كمبود واحد. الكور اللي مو منها فايده. ايش اعطيتي فول حبيب 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 والله اعطيتي فول والله. ادري انك تفضي دوم على حسابي بس ما يعني شو يعني.
هني ما في شيء سلاحة. أنا قصدي يعني استغفر الله العظيم إنه ليس جيد. زين؟ هذا شو؟ هذا شو خليه تعال تعال شو؟ وين؟ هذا شيء جديد صراحة هذا الأصفر. في شيء هناك والع. في ريسيرش عليك في السقف. والله شوف. هذا الأخضر كبر. وينه؟ يسار هذا فوق. هذا الجدران أصلاً شوف. في ريسيرش. لحظة لحظة. خلني بلك خلني بلك ها ريسيرش على كيفك اليوم ما ابى ريسيرش الحين انا ابغى ريسورس يا اخي ما عندي ابني بس والله وايد ريسيرش والله وايد ريسيرش وايد حلو منصور تعال في شيء في شيء جديد صدق اول شيء خلنا لا ننزل كلنا نطيح وياك ما ادري بنقع هاي ترى اللي على يمين عشان ما تضايق بنا سويتش يا ريال فكنا تعال زين بعد في ريسيرت حتى هي وايد ريسيرت بس هاي اصلا ما تلحق الضرطة هاي ضرطة غير لاحقة غير متتبعة للاثر هاي ضرطة متتبعة للاثر ترى في انواع يعني زين قاعد اسوي لك دري ادلعك يا اخي شو تقول بقى بس مش هنا المشكلة شو هذاك اللي في السقف؟ اصفر؟ لحظة خليني بالله هو لانه هاي بقعد تحت بيتنا بنيها على طول عرفت؟ مش الاصفر في شيء في الجدار اوكي حصى وين؟ حصى شو السقف هذا الوانه عجيبة غريبة انا سنقعه ما يلا خلينا نصرت ما نبى كبر نحن اصلا تبى صدق في امونيوم ما نبى نبى المنيوم والله حاسب في كم برطه ايه انهم يضبطون علي جوك بوب جي ستايل فورتنايت ستايل يا حبيبي طحت مكاثر قبيلة الضرات كلين في قبيلة ضرات تحت والله زين هذا خلنا نعقه فلنسقط الاعداء ارضا في ضرطه يتنك حاسب نصر اقول لك ضرطه يتنك لك يا عم الريسيرش الغايد دخيلك نصر عقيت يا هذا بس شو اللي عقاره ضرطه والله ما ادري سالفتك انت وال تموت الدياية وعينها في السبوس صدق عليك قالوا هاي انزين ليترلي تي انت يعني عرفت خلنا يمعنا كبر لو ما من امه فايده وما اقدر اشله اصلا بس يلا بس يا سعقة نصور بكبر الممر بجيب سياره تحت والله صدق ما في صح يبالا يا اخي تسويها وتدرب شو رايك ما يستوي يا ريال مش هني المشكله هاي وين محبسه هني تحت مره شو خيبة اقول لك قبيلة الضرات كلها هني ما صدقني لحظة خلنا نسوي خلنا نغطي هني لان هذا بيكون ممر اساسي اظن بنحتاج انه ما يكون ملعب لحظة شو تبى؟ في ستاك طايح ايوه هذا حصلته؟ بس اظن بنحتاج المكان هذا يكون مسكر ترى حق مستقبلنا نحن يعني اوكي وات ايفر مش كامل بس ما اعرف شو وايد ضرات هنا فيه اسمع صوته شي ضارب بس ما اشوفه اخاف نوصل لمرحلة نشم ريحته يا ريال زين خلني بنقعهم يا ريال اخي الريسورس شو كله طايح هني شو خليل ترى كمبوند والله انا ما عندي مكان والله زين ها عندي خلني اعب اكسجين تعال هذا بعد شو هاللي مولع ليت هذا اللي ما منه فايده
خله زين هني على خلصتوه منه فايدة مو اللي عليت. نصر في سبيس شيب فوق معلقة بالعكس. وين؟ فوق بس. والله. ها؟ وانا نقى صح؟ كيف تروم مرة نوصلها يا ريال؟ طيلة دراي فوق شي. اوكي. لحظة. شو سويت انا؟ ليش؟ انت قاعد تسوي دري يعني؟ لا او اني بسوي جون احفر يعني. صبر صبر ايوه سويت شي نروح نركب هاي؟ ايه تعال اكسبيريونس سويت يا حبيبي. شوفوا لحظة لحظة يبالي شو؟ زرطة لا زرطة فوقي دايركت. أقول لك شو هاللي الحمار يوالع شوفه وين؟ شوف انا وين؟ ايه شو هذا؟ ما ادري ما رمت عليه حتى. واه من وين هاي طلعنا؟ طلع هذا الخايس. ايه طلع موه الكلب. انا قلت يمكن اروم اسوي له بيك اب عرفت اذا ها؟ نصور شوي بس عشان تولى خليك جنبي يعني. نوعا ما مش سيدة عدل يعني صارت احتراف بس مش هالاحتراف ال هال يعني. كان اوكي بالعكس خليني احسني اصوب انت كيف تركب ها هذا يعني هذا بسيطة بس انا افكر في شو اسمه هذا الحين كيف المدة تكون شوي سيدة عرفت عشان ما نزحلق اي وجهي يعني امور طيبة خلاص ينعق ينعق ومعني ينعق والله حاسب حاسب في وايد ضرس وقت هذا اول ايتم عقينه ما ظني ينعق مهنتي لازم شوي خفيف شو الاحتراف اللي وصلت لنا بال ها زين وابوك وابوك شوف الاحتراف جبته مره على البلاتفورم بعد كفو ها زين هذا زين هذا وايد زين هذا ريسيرت بعد زين هاي في سفينة ثانية هني لحظة تحت الحصى ولا حصلت هاي شو هاي مش سفينة لا مشكلة تخاف هني تحفر عادي يطلع لك بضرط زين خلنا نعقى السفينة تحت انا توهقت يا يعني هذا قلت عندي انت ايش سالفة عندك قلت كل شوي ما ادري الحين ماسكنا هذا ابو عقه مو قادر تدري زين مو عنه هو شو الترتيب شكلي بموت انا بعد تدري بس لان ان شاء الله هذا تعال زحلق يا رز زحلق بموت بموت اه وصل لك؟ وصلني ها يا ولد الحين هذا كيف عقه؟ شو؟ هذا السؤال الصعب هذا زاخرنا بداية شوفه ها انا عقيت واحد فوق راسك تروم تشله؟ هذا عني هذا هذا غير اللي انا شوفه
لحظة زين انت تلفلف انا مش قادر الحق عليه. لحظة لا بس خليك ثابت. اوكي وراك وعيلة ما رمش له ما شي خطا هي ادري ما ادري ما رمش له والله. ايوه طاح خله هذا في دربنا بنحصل يعني ما ظني بنضيع البرج الطويل عنده. اقول لك عنه وايد سمون. خلنا نرجع يا ريال ليش انا عندي اورجانيك خليتك من زين. خلنا نرجع خل كمل شوف ها تحت بيتنا كله مليون ريسيرشني هذا ريسيرش هذا مرات. خل عندكم عطى جوك قول خليل. لا ايرن اور ايرن ولا مره شفت ايرن انا ها نفس الشيء اول مره اشوفه والله. هو عمليا احنا نلعب مع بعض يعني لكن اقول يعني وش اللي زين يتم قم شلينا وعندي مكان يعني انا عندي مكان يعني المتين ترى انا عندي باور وايد ما نبغى باور صح. انا بعد عندي 2 باور ليش ابغى شوي ايرون غير. هذا معناه في ريسيرشات اذا تشوف حصلنا شغلات جديدة. ايه في اشياء جديدة. هني كبر وايد. كبر بعدني. درس يا ريال كبر. بس الافخاخ اللي كل شوي نطيح فيها خلاص لازم ما نعيدها. ايه. نخلص نسكره. مفروض يعني. خلينا نصير فوق خليل. صدقني فكرة حلوة نصير فوق ترى. غير البذرات شوفي الكبر ايش كثره. شوف الريسيرش عند راسك مره بعد نبغى المينيوم هذا الدور بار كبر. المينيوم في وينه في وينه الالمنيوم في وينه 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 بس يبغالنا بذرات نذبحها. اي هذا والله انت لا تدخل رينج ماله. انت لا تدخل رينج عادي ترى تذبحها من غير ما تدخل رينج ماله. ادري قربه عرفت. شوف اذبحها من غير ما ادخل. دخلت في الرينج مال واحد ثاني مال سبورت ماله. هذا المنيوم ولا لا؟ هذا المنيوم تشوفه؟ ايه انا اشرد من الضراط وانت تنقع ضراط حولي. قم رد فوق يلا خلنا بنزل سامان بنسوي انا ودي اشوف من الحين خليل اي ريسيرش هو شله بس شي اتفرج قدام. انا جاي حق الدرام دايركت حبيبي ما طالع الا قلت لك اول ما حصلت موضوع صعب. ورجع لنا 13000 ترى. لا بس حلوه الفكره ها شو الموتر هني بس يباله وايد شغل ويباله جنريتر شغال. لا يباله جنريتر شغال نصر. هو صح ايه يدش عادي. تعال جرب سوي هالممر عدل. تعال جرب انت جرب انا ما بقول لك انت تعال جرب. تبى تسوي ممر حق سياره بعد واثق في قدراتك. عزز لي لين انقع انا. ايه عزز لي لين انقع. لحظه عقع تعال طوالي بس ليش هيك على اساس تعال شفت حصلت شيء. يو هذه نزله قاتله يا رجال. في الدش هذا اللي هني هذا ما حط هود بيرت شان هل شوف يمكن حصل شيء صعب عنده. ايه تيد حفرت انا ترى بس دش ما تحصلنا عنده شيء زين. ايه
اي صح. اها ها شو طيح نحن يعني. نحن لحظة نحن لفينا لف عشان تعرف لفين لف ترى اقول لك لفين لف عشان اخر شيء يميني شوي ها صح والله مفتوح المكان جيجت اللي المكان اللي تذكرته بعد بينفول لا بس اوكي لا اوكي على الاقل احنا تبقى نعرفها ترى صح ولا لا نعرف ان عندنا ريسيرش هناك من تحت يعني دام انه جايين شيل وياك واحد في الدر فوق زين بس الدري هذا يبغى له ترتيب لا فنان ترى سلايد يا ريال هي سلايد فنان بس يبغى له شوي اعرض واسوي قدامه مكان نزول تيد في مين يسار عشان بعدين في المستقبل سياره يستوي له مكان عرفت انت عندك عقدة مع ريسيرش شو سالفتك مع ريسيرش متضارب في المدرسه يمكن صغير مع ريسيرش لا 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 خليل اول ريسيرش سويته تعرف كم عمري وعق تعال بروك شيء تعال بروك شيء تعال عند ال نعم شوف لا وقف قدامه شوف الجيت وقف قدامه هذا قدامه الحين قدام وين ايوه قدام الاكستراكتر شوف ما شعر برات اح شوف واحد هذا قليل لا الحين صبر ليه ما ليش انت تطيح ولا اصلا لا تنشب خلني اخلص ما اعطيك شيء لا تستوي لي مبارك قلنا شو رايك فل ولا مو فل اوف وولت ابوه حط ايرون يا رب ايرون احس والله بيكون عنا وايد منه اقول يصير النيب الومنيوم هيماتايت اسمه هذا الرو اور ماله هيماتايت زين ما يسوي هذا انفاليد سامبل هذا انا مو وين بتري عندي اسمه البتري مو وين هيك الجديد ماك اللي وديناه يبنوه عشان نني وديناه الارض ويرديناه ايه صح هذا كان وياي جبته اظني قلت بجيب اسمه البتري اكيد يوم ذيك اليوم ذاك السنة شوف الحين شو بنسوي؟ احبس سيبنا الكف خلص